السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد وآيس كوب. كيف حالكم يا شباب؟ إن شاء الله بخير وصحة وسلامة. وجدتكم بفيديو جديد، يمكن أغلبكم ناس كثير ممكن يمكن ما قد شافني قبل ألعب برشاش، فقلت أنزل مقطع لكم برشاش. ولو أن المقطع ما هو بذاك الزود، يعني صح إني جبت كلز عالي، بس يعني أشوف إني كنت أقدر أجيب أحسن من كذا. وغير كذا كنت أتمنى إنه يكون لايف، كنت أتمنى إن أكون نسجل لايف أنا والعيال، ويعني تطلع أصواتهم وأصواتي معهم لايف. بس زي ما قلت لكم قبل، ما عندي لايف ثرو، وشريت سماعه سوني والصراحه اخذت فيها مقلب، لان سماعه سوني لو شغلتها فما راح اسمع، ما راح يطلع لكم صوت الجيم زي كذا. فمن جد اخذت فيها مقلب بن كلب يا شيخ. دفعت 300 ريال كذا، كاني رميت 300 ريال كذا في الزباله وانتم كرامه. والله بعد ما اذكر في 300 ولا 400، الزبده اني شريتها غاليه ولا استفدت منها ابدا، ما شغلتها الا اول يوم شريتها سجلت لكم، ولا عاد استخدمتها ابد بعدها. المهم مو موضوعنا، كنا داخلين بارتي انا وكلان عرب، يعني كل العيال في كلان عرب، وقلنا يلا نحشر في ماب النقانق هذا، ما ادري شو اسمه، نسيت اسمه والله. الزبده في شيء زون الزبده ماب النقانق، اغلبكم يعرفها ماب النقانق عشان صورته فيها نقانق. قلنا يلا بنحشرهم عند علم اما عند البي او عند الاي. في البدايه قلنا نحشرهم عند الاي، عرفتوا؟ والمشكله وشو، طلعوا كل ذا اللي ضدنا، كل ما يقتلون ما يلعبون ولا شيء، بس حقين علم يقضي درم يروح العلم يشطفك يا حبيبي، والله ما يشوفك يدرم ناوي العلم. شوفهم ناخذ علم يرجعون ياخذون العلم الثاني، ناخذ علم ثاني يرجعون ياخذون العلم. لو يا شيخ قفلت معنا وبتشوفون متعدين بواد الذرقاب احسن ما فيه، جبنا فيه كمباك عالي. يعني انا كاني قلت ماني بحارق الزبده حركت. يعني شلون وصلوا، يمكن وصلوا 150 او زي كذا، احنا تونا باقي تونا واصلين 100، تعدونا بوادي في الاعلام. فقلنا بلا حشر بلا خرابيط بلا كلز بلا كيم بلا كيم ما ادري شو اسمه بلا اي شيء، نبغى نفوز ذا الجيم، بنطفشهم بنفوز، لان الاجانب تعرفون لعبهم، يلعبون لعب على اصولها، عرفتوا؟ يعني ما همهم كلز عالي ولا شيء، همهم بس يفوزون وبس. هذا يعرفون ان اللعبه الدومينيشن حقت الاعلام تفوز وخلاص، هذا همهم. لو يطلع يا حبيبي ميت 90 مره ما عنده مشكله، دام فايز خلاص يطلع باله مرتاح. فقلنا بنخرب جوهم، بنفوز عليهم، بناخذ كل الاعلام، يبونها اعلام نقلب امها اعلام. بصراحه من زمان ما حسيت بمتعه زي ما حسيت فيها امس يا شيخ مع العيال في البارتي. يعني كل الايام اللي راحت كنت العب يعني الحالي اغلبها الحالي وش اسمه سنايبر، فيجيك واحد مع رشاش ويطلق عليك طلقه كذا يقول لك هف كذا بالرشاش تموت، قبلت معي يا شيخ. فصرت ما العب واجد، صرت اغلب الاحيان اكون ما دخلت شريط، حط مشغل سوني وقاعد كذا ما دخل شريط. تعرفون في شعور يجيك كذا، الشعور اقسم بالله يضيق الصدر، شعور اني وش ودي العب بنفس الوقت ما ودي العب يا اخي، الشريط يقهر بعض الاحيان. فيوم دخلت ولعبت معهم بارتي ورشاشات غيرت جو، اقسم بالله جاك حماس غير طبيعي، طارت الساعات كذا واحنا نلعب ما حسينا يا شيخ، والله ما لاحظنا الا اذن الفجر. ما قلنا يلا الصلاه، حتى رحنا صلينا ورجعنا كملنا، ما في لما خلاص طفيت ما عاد اشوف شيء، صرت اشطفهم ما اشوفهم. فقلنا يلا يعني نكمل يوم ثاني ان شاء الله. المهم يا عيال والله نصيحه، دامك تلعب لحالك والله ما تستانس في ذا الشريط، جمع لك بارتي، ويستحسن انه ما يكونون يا شيخ طرم يعني مطفين مايكاتهم، دور لك بارتي مشغلين مايكات وسوالف، اقسم بالله انت تحس بمتعه اللعب من جد. اما انك يعني كل بارتي ومطفين مايكات وكذا، والله نجيك النوم تمل في اللعب. فعشان كذا اقول لك استانس مع ذا البارتي، مع كلهم شغالين مايكات، تشوفون فوق السوالف يعني مشغلين مايكات ومتحمسين مع اللعب يا شيخ، اقسم بالله لو انه لايف بيجي حماس غير طبيعي. بس يلا ان شاء الله في اكس بوكس نبدا او في السوني عاد على حسب، نبدا نسجل لكم لايف ويعني نشتري ايس ترو يعني على حسب الميزانيه، على حسب الفلوس اللي بتصير معي. اي صح، خليني اقول لكم الكلاس اللي كنت العب فيه، يمكن بعضكم يسال وش كنت العب في كلاس وكذا. كنت العب بالاي كي، وكنت حاضر مع اكستنت ماكس وسايلنسر، وما كنت تلعب، كنت العب بسبيشالست، ما كنت العب كريستريكات ثانيه، حاط سبيشالست كلها كلاسات، وما حطيت فرد ولا حطيت فلاش ولا حطيت ستم ولا شيء، كلها كلاسات حاطها. يا اخي الفوكس شيء رهيب مع السلاح، لازم تحط معه فوكس ولا بتروح عليك ذا الشريط. غير الفوكس في شو اسمه ديد اي، ديد اي ذا البيرك خرافي، بس مشكلته انه ياخذ عن خمس بيركات، اذا حطيته يشيل عنك خمس بيركات، بس انه شيء خرافي. انا حاطه مع السبيشالست، ما حطيته في البيركات الاساسيه، حاطه في السبيشالست، فتشوفون اذا طلقت عليه كذا تجي نقطه حمراء ذي اللي ما ادري شلون، هذا الديد اي يخلي الرشاش قوي قوه غير طبيعيه. فقهر اني ما جبت الكيم والله، كانت فرصتي اني اجيبه، بس يا اخي زي ما تشوفون انهم يدرعمون ما ادري شلون، يروحون يعني يلعبون غير كذا، يلعبون سي 4 ويدرعمون، يجونك من ورا من قدام ما ادري كيف يدرعمون كذا، يعني ما تدري من وين يطلعون لك، الرسمانات لخبطه. غير كذا ما بلعب رشاش الا نادر، وش اسمه يعني كنت اتمنى اني اجيب كيم بس ما جبته، عاد هذا اللي صار. بس ان الجيم حلو مش بطال. المهم تلاحظون هنا خلص تقريبا نص الجيم، هم باقي متقدمين علينا، وهنا كنت مجمع والله ما ادري من وين طلع لي، شوف القهر.
اخ بس في واحد في هالجيم صح يشخط، ما غير يمشي ويشخط يا اخي ما يموت. اطلق عليه اقسم بالله كان ذاك الجاك، يطول شوي عشان يموت شوي، داري داري اطلق اطلق عليه شوي شق وجهي. يلا ابليسه وشلون كذا طيب، وش هالسرعه وش هالقوه يا اخي. انا لما يصير ضدي واحد يطلق علي برشاش طلقه اموت، لا ما يموت الزبده. شوف هنا تلقانهم وصلوا الحين 150 تقريبا، 150 اللي هي اللي تحت سكور حقهم، احنا تونا متعدين 100 110 الظاهر. فقلت يا عيال لازم اتفاهم معهم، بتفاهم معهم. Now that's a bit of a problem. See, rumor has it the Athenians have already turned you down. And if those philosophers and boy lovers have found that kind of nerve, then we must be diplomatic. And of course, Spartans have the reputation to consider. Choose your next words carefully, Leonidas. They may be your last. As king, madman, for a madman, earth and water. But you'll find plenty of both down there. No man, Persian or Greek, no man threatens a messenger. You bring the crowns and heads of conquered kings to my city steps. You insult my queen. You threaten my people with slavery and death. This is blasphemy. This is madness. Madness. This is Sparta! باك بعد ما تفاهمت معهم. هذا فنهم ها، كذا فنهم، نظام اعلام مدري ايش، هذا كذا نظامكم تسبطح عند علم مدري ايش. يلا يا عيال شدوا عليهم، وقاعدين ناخذ العلم شوي. يجي وقت له يعزون للعيال يقول عليكم قتال، تاخروا انتم روحوا للاعلام الثانيه، طبوا على كل الاعلام ما في كذا نظامكم، اطفش امكم انا وزي كذا. عرفتوا متحمسين من جد، يعني قلبنا ام اللعبه اعلام. شوفوا هذا اللي اقول لكم درع مشخط، ما ادري شلون ما تو بتشوفونه بعدها بيشخطني كم مره. المهم تعرفون اللي يبغى يتزوج حنان، فاللي منزل مقطع يقول ابغى اتزوج حنان مدري ايش، لا 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 قلبت نفسه في الجيم يا حبيبي، في نفسي كذا قاعد انشد. يلا يا عيال شدوا، لا 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 خلونا ندعس في الجيم، لا 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 معليش اعذروني والله ما ادري ايش جاني على الصبحيه، شكلي بوقف كومنتري وبسجله في وقت ثاني. anyway شوف الحصة، ما نهتم في الكلز ولا نهتم في الدث ولا شيء، مدرعمين في الماب. شوفوا يعني سمعت ان عندي الاي، راح رحت بقتله. يوم قتلته توقعت ان في واحد ثاني، شوفوا هنا نبلت خرجني اخوي. المهم تشوفون اخوي قاعد يركضون في الماب كانهم مهابيل، تعرفون بيت النمل لما تجي تكب عليه مويه وتراكضون كذا النمل واجد كذا، هذا اخوي يعني ما في حل، اما الفوز او الفوز ما في حل ثاني. فتشوفون رفع ضغطي ذا بالسي 4 حقه، ما ادري وش ذا اللي كنا سي 4 اللي ينفجر. تشوفون في واحد في الغرفه هنا غثنا، ما غير تاكي في عند الباب قاعد انتظر يطلع، والله ما يطلع، اما انك تجي او تجي ما في، اما هو يجيك تبطي حاط اللي ذا ملغم ام الدنيا، ما ادري كيف انتبهت لها. المهم تشوفون الى الحين وهم متقدمين علينا، الى الحين كل هالشغل ولا تقدمنا عليهم ولا قربنا، يعني ما جبناهم للحين. فاقول كرمنا كان ماخذ كيم الباكج، قلت له شغله مالك كله نقلب عليهم والماب فوق تحت، يعني اخر حل ذا خلاص. وتشوفون هنا شغله قهر هنا قتلني، والله ما كان يمكن اجيب كواد فيد عليهم برشاش، وانا ما يعني بس ماني مركز ماني بشوف اصلا صاير حتى في الشريط، يعني اذا كان واضح شفته، اذا كان يعني ها مو واضح مره ما اشوفه. المهم هنا قلبنا على امهم الماب، اجانب طبعا كلهم، يعني لا احد يحسب ان كلامي هياط، ترى ما ادري وش اقول، والله ما ادري كلام اقوله في الكومنتري، عشان كذا قاعد اشرح لكم اللي يصير ومتحمس يعني مع الجيم. خلونا اتكلم لكم عن اللي يبغى يتزوج حنان، هذا اللي تو نشدت نشوته، يمكن بعضكم ما يدري وش السالفه. هذا واحد يبغى يتزوج واحده اسمها حنان، وابوها رافض انه يزوجها اياه. المهم نزل مقطع في الكيك ويقول ابغى اتزوج حنان ومدري ايش،
بعدين نزل شو اسمه فايز المالكي الممثل فايز المالكي قال في تويتر كزوجوه حنان لا يموت علينا ما ادري شيء زي كذا. المهم طقطق على فايز المالكي قال له ابغى هذه البنت لي ما ابغى البنت لي ما ادري ايش الزبده. فراح وخلى فايز المالكي يتوسط له عند ابوها وتزوجها. يعني ايش رايكم بالسبب بالله؟ يعني في ناس ممكن يطقطقون عليه، في ناس يقولون سلامات قد افشل نفسي يعني عشان بنت كذا، بس والله صراحه احترمه يعني مع ان ابوها رافض ما ادري ايش عرف كيف يتزوجها. احترمه والله احترمه. ابي كل واحد منكم يكتب لي في الكومنت هل ممكن تحرج نفسك في مقطع زي ما سوى الشخص الطيب هذا يعني عشان تحقق الشيء اللي تبيه، مثلا ممكن زواج، ممكن تشتري سياره، ممكن اي شيء ودك تسويه بس ما انت قادر تسويه. هل عندك الجرأة تنزل مقطع مثل ما سوى الشخص الطيب هذا ويشوفونه كل العالم ولا لا؟ هذا اللي باكم تكتبون لي اياه. نخلونا نرجع للجيم شوي. تشوفون هنا تقدمنا عليهم واخيرا يا شيخ، اقسم بالله مره ذولي ذابحيننا في الاعلام. يعني بتشوفون الريشيو حقهم اذا خلص الجيم كل واحد منهم ميت فوق 50 مره، بس ما عندهم مشكله، اهم شيء يعني وافيين لطريقه اللعبه. كيف طريقه اللعبه تاخذ علامه بس هذا طريقه اللعبه عندهم ماشيين عليها. بس اهم شيء ما سووا براسهم ورقعناهم وطلع منهم كم واحد، طلع منهم 2 الظاهر اخر شيء. بس والله بصراحه احترمهم الامريكان يا اخي، مهما قتلته مهما حشرته مهما شلخته ما يسبك يا اخي زي بعض الناس تعرفونهم انتم يا اخي، كل ما تقتله يقعد يسب سب غير طبيعي. يعني صح اني ماني طالع منها انا، المهم احترمهم على ذا الشيء. هنا تقريبا خلص المقطع، اتمنى اذا جابكم تقيموا بلايك مفضله، ولا تنسوا تكتبوا لي اللي قلت لكم عليه في الكومنت، وقولوا لي رايكم بلعبي بالرشاش كويس ولا ابو كلب. بس هذا اللي كان عندي. ما ادري كيف ما جاك الكام يا اخي، قلب ليس قتله دحوم ذا قتله بعدي بثانية الظاهر. بس كان معك محمد ايس كوب ومع السلامة. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side.